مدير الكره في الانتاج الحربي كابتن خالد مهدي، نشوفه قال ايه لزميلنا كريم احمد قبل بدايه هذه المباراه، ونرجع نتكلم الاختلاف الواضح في تشكيل الانتاج الحربي ما بين المباراه الاولى امام نادي مصر والمباراه الثانيه التي سوف تبدا بعد اقل من ساعه ما بين الانتاج الحربي والنادي الاهلي. نطلع نشوف كابتن خالد مهدي قال ايه ونرجع نكمل مع حضراتكم. مستمرين معاكم كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان واجواء وكواليس مباراه الاهلي والانتاج الحربي، ويسعدنا وانضمنا في هذه اللحظات كابتن خالد مهدي مدير الكره بنادي الانتاج الحربي. برحب بيك في البدايه. المباراه النهارده الاحسن هيكون موفق، انتوا بذلتوا جهد كبير، عملتوا تطوير بشكل كبير خلال الفتره الماضيه، والنادي الاهلي ايضا كمان دعم بشكل كبير جدا، كيف ترى المباراه من وجهه نظرك كابتن؟ بشكرك على المقدمه، والحمد لله يعني دعمنا بشكل كويس، اجتهدنا ومعانا مدير فني قدير الكابتن مختار، يعني شغالين بميزانية محددة، بنجتهد على قد ما نقدر، فيعني بدأنا ان احنا الفرق تحترم نادي الانتاج الحربي وتعرف ان احنا عاملين يعني اي مباريات كبيرة او كلام ده بنعمل مباريات كويسة، واللي يكسب هنقول له مبروك، واللي يخسر نقول له هارد لك، ومباراة كورة 90 دقيقة وتنتهي الموضوع. يعني استغل وجودك معايا يا كابتن خالد، ويمكن لفته رائعه وكانت مميزه جدا، على ما اعتقد نادي الانتاج الحربي الوحيد هو اللي عمل اللفته دي مع مؤمن زكريا وارتداء لتيشيرت معاك مؤمن، روح طيبه، لان اكيد طبعا يعني هو لعيب للنادي الاهلي ولاعب كمان لمنتخب مصر، بتشوف اللقطه دي ازاي؟ ولفته جميله جدا بنحييكوا عليها، واكيد كل جمهور النادي الاهلي بيحييكوا عليها كابتن خالد. وطبعا يعني مؤمن كمان لاعب نادي الانتاج الحربي، بدايته كانت من نادي الانتاج الحربي، وتربطنا بيه علاقه طيبه واحنا متواصلين معاه، وبقى لنا اكتر من يجي 4 شهور من اول ما عرفنا الكلام ده، وبنكلمه وبنشد من اذره ومتواجدين معاه، ولكن دي اقل حاجه نقدمها له في الظروف ديت، واتمنى ان نروح تسود يعني الكره المصريه، وان احنا الموضوع تنافسي مش موضوع شجار ولا موضوع ان احنا نخرج خسرانين بعض، لا احنا بنتمنى ان الانديه كلها لو احنا منظومه كلنا اللي فينا الباقي يشيله، يعني هي ديت اللي هنستفاده، لان في الاول وفي الاخر النهارده انا النهارده موجود، بكره مش موجود، بعده واحد تاني موجود، فاتمنى لمؤمن ان هو يرجع احسن من الاول باذن الله. يعني النادي الاهلي عنده دوافع كبيره جدا، عايز يستمر في سلسله الانتصارات، وايضا كمان نادي الانتاج الحربي والاداء الرائع في المباراه الاخيره امام نادي مصر وفوز بنتيجه 3-0 عنده ايضا دوافع كبيره جدا، يعني بتشوف الدوافع ازاي واتكلمتوا ازاي مع اللعيبه لتجديد دوافع بالنسبه لهم يا كابتن خالد؟ دوافع الاهلي تحترم، مدعم بشكل كويس، بتكلم عن فرقتنا احنا برضو دوافعنا بالنسبه لنا هتبقى اكبر من النادي الاهلي، النادي الاهلي بياخد بطوله بسهوله، احنا عايزين نتواجد في مكان مميز السنه دي، المكان ده محتاج دعم مادي ومحتاج دعم معنوي، محتاج نوعيه لعيبه معينه، جبنا لعيبه من منتخب موريتانيا مامادو نياس، جبنا محمد فييرا، جبنا باسم مرسي، جبنا بازوكا، ابراهيم عبد الخالق، ده جبنا 2 لعيبه من شباب النادي الاهلي، مصطفى البدري والغندور، يعني مش عايز انسى حد من اللي احنا جبناهم، ولكن دعمنا بشكل كويس في الحته اللي هي قدام، الحته اللي هي كانت عندنا عجز تهديفي اشتغلنا عليها الفتره اللي فاتت، جبنا 12 صفقه باذن الله، اول مباراه غلبنا 3-0 مش مقياس خالص، ولكن مباراه الاهلي كابتن مختار اتكلم مع اللعيبه قال لهم احنا اهم حاجه شكلنا يبقى كويس، الناس تحترمنا، نلعب مباراة تصيد، نلعب على 3 بونت، ما جوش يبقى البونت ما جاش يبقى برضه حتى نطلع نسيب شكل كويس وبصمة كويسة في المباراة يعني.